هلا والله متابعينا الكرام، مقطع جديد وفيديو جديد معكم سيد حميدو، واليوم راح نجرب مع بعض لعبة صار لها نازلة على السوق نهارين بس، وهي محاكي الباصات 2021. بتمنى تنال اعجابكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. خليكم معنا. هون متابعينا مثل ما انتم شايفين، هي واجهة اللعبة. هي هون طبعا اذا كنت لعبان بامكانك تدخل على اللعبة من جديد. هي على الاونلاين، هي هون اللعبة بداية لعبة جديدة. هي هون بإمكانك تفتح شركة، هي هون بتغير شكل اللاعب، هاي هون الإعدادات، وهي هون تعليمات عن اللعبة، وهي هون خروج. حاليا نحن راح نشوف الشخصيات، نعطيهم شوية تقييم. هاي الشخصيات ما هي واقعية بالمرة. حاليا نحن ما راح ننتظر كثير بالشخصيات، راح نجرب اللعبة مباشر. هي هون عم بيقولولنا في بأمريكا وفي بأوروبا. أوروبا لسه مقفلة، وأمريكا حاليا هي اللي راح نشتغل عليها. هي هون إعدادات اللعب، هي هون أسهل شي، ما بتتحكم في شي طاول، كله أوتوماتيك، بس عليك إنه تقود الحافلة. هي نوعا ما يعني بتحكم بإعدادات الباب، إعدادات البيليت، هالأمور. هاي هون لا أصعب، بدك تتحكم في كل شي. يعني هاي هون حتى إذا كان واحد من الركاب مشغل أغاني ومزعجة كذا، بدك تقوم تحكي معه. المهم يعني بدك تدوش حالك معه. هاي هون بدي يقولولنا إنه حطوش اسم الشركة، راح أسميها أي اسم. خلص اوزجور مود، هنخلي مثل ما هنن عليه. شلون بدك المود؟ لا راح نخلي اتكن تفعيل، يعني راح نفعله. حاليا عم بيقولنا انه خلصنا اعدادات الشركة، راح نبلش. حاليا اللعبة من خارج البروفايل اللي كتير حلو، ولكن سوف نشوف من الداخل شلون راح تكون اللعبة، هل بتستاهل اللعبة. وهي هي اللعبة من الداخل. شو هذا؟ كأنه سوبر ماريو عم برقد. ايه عرفتوا له سوبر ماريو، هذا هو، او كأنه عم بيرقد على جهاز الرقد. حاليا نحن وين راح نروح؟ شركة انشونزا. تمام، شفتوا الخطأ؟ هذا خطأ فادح، يعني مثل هيك جرافيك، مثل هيك لعبة كنا عم ننتظرها بال2021، هاي الأخطاء عم تطلع في اللعبة. هذا شيء سيء كتير صراحة. وهون متابعينا هي واجهة اللعبة، حاليا عم بيعرفونا على اللعبة، عم بيعرفونا على مكان تصوير اللعبة. حاليا شوفوا اللاجات باللعبة، شي مو طبيعي. شوفوا الجرافيك، كأنه عم نتفرج على أفلام كرتون صراحة. ما الجرافيك إذا هو هيك داخل اللعبة بالفعل في ضعف كتير سيء. يعني Want to spend a nice day out in nature? Just head over to Gold Island for a hike, or have a relaxed day at Silver Park. It's the perfect spot. يعني هي لعبة من 2018، في عالم عم تنتظر انه ينزل محاكي الباصات جزء جديد، يكون في شيء احدث، يكون في شيء تطور اكثر. رح نجرب سوا، هاي هل الشيء موجود هذا عندهم او not a single cloud to be had in the coming weeks. So don't forget to check out the amazing beach of Sea View. Or if you'd rather spend the hot days on a shopping trip, head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely excited to take the bus home today, but enough talk for now. Let's get to it. Hi there. Over here. هي هون حاليا من البداية طبعا. هي هون شخصيتنا نحن على أرض اللعبة.
شو هالمشية هاي؟ تعرفوا لسوبر ماريو وقت اللي بمشي؟ هذا هو سوبر ماريو بذاته. هيون حاليا Hi, I'm Mira. It's so عم nice to meet بتعرفنا you. على اللعبة. I'm here to help you set up your transport business. I'm really excited to get started on this project. All right, first things first. As a bus company, we need a bus. And the great شوفوا thing اللاجات. is, you get to choose it. Take a طلعوا look at these three buses. الجرافيكس حاليا عم بيقولوا لنا انه في عنا 3 حافلات راح نختار واحدة منهم. انا حاليا راح ابلش بالمرسيدس مباشر. Oh, great choice. And now for the best part. Take your seat at the wheel. شوفوا التقطيش هون. شوفوا السوق الجرافيك اللي صاير باللعبة. شيء بالفعل شيء سيء يعني الصراحة. هاي اللعبة كنا عم ننتظرها نحن 3 سنين متتالية يعني. هاي هون الإعدادات، هاي هون الغمازات، هاي هون الزمور، هون محل مفتاح السيارة. حاليا عم بيقولوا لنا انه رح نشغل الأضوية. نعم، هاي هون حاليا خارج الباص. شوفوا البطء في أداء اللعبة، شيء سيء كتير صراحة. حاليا جاهزين لنجرب قيادة الحافلة. للأسف حاليا أنا ما بنصح حدا يشتريها الصراحة يعني كنصيحة، إلا إذا ينزل لها تحديثات احتمال يحسنوها بشكل كبير يعني تصير لسه أحسن من المتوقع. بس حاليا على هذا الإصدار ولا أسوأ من هيك أداء للعبة. Time for our maiden voyage. The GPS will show you the way to the first stop. ما في واقعية في اللعبة بالمرة. في محاكي الشاحنات. يعني لا تقارن اللعبة صراحة ولا تقارن في أجزاء الماضية يعني مثل الجزء 2018. اللعبة الجرافيك اللي فيها كان حلو، أداء القيادة فيها حلو. ما هي لعبة بالفعل كأنه لعبة من عام 2010 منزلينها على بلاي ستيشن 2. لاحظوا في المرايا شلون الجرافيك. Oh, the first stop is coming up already. You see the markings? They show you شوفوا عجلات السيارة. Oh, and remember to use the indicator. Our first pass. طبعا مثل ما شفتوا متابعينا نحن جربنا اللعبة وطبعا اللعبة طلعت ما مثل ما كنا متوقعين. بالنسبة للجزء الماضي كان أفضل، الجرافيك نوعا ما أحسن. حاليا الجرافيك كتير فيه أخطاء، سيء جدا التحكم في القيادة كمان سيء، البطء في الأداء اللعبة كمان سيء. هي كفكرة اللعبة رائعة ولكن إحنا ما بنحسن نحكم عن اللعبة من البداية إنه هي لعبة سيئة. لا، احتمال ينزل تحديث بعد أسبوع بعد شهر يغير مسار اللعبة كله وتكون طبعا أفضل حتى من ما كنا متوقعين. طبعا حبايبنا ومتابعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم ولا تنسوا دعمونا باللايك، اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.